السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، ها نحن نعود من جديد بعد عطلة صيفية نتمنى أن تكون مليئة بالأفراح والمسرات. إذن على بركة الله سوف نشرع في تصحيح الأنشطة الخاصة بالمراجعة والتثبيت التي أرسلتها لكم في الأيام السابقة. سوف نبدأ أولا بتصحيح أنشطة فهم المقروء والتي أرسلتها لكم يوم الاثنين 13 شتنبر 2021. سنبدأ أولا بقراءة النص، أتمنى أن تكونوا قد قرأتموه قراءة جيدة ومعبرة. إذن على بركة الله، أنصتوا جيدا. إذن عنوان النص هو الفلاح. يستيقظ الفلاح ومطلع الشمس فيذهب إلى بساتين الزيتون فإليها منطلقه، يسمد تربتها وينظف مجرى الماء ويسقي الأشجار ويصعد فوق الأغصان العالية ليقطف ثمارها ويجلس ليستمتع بظلها ويبسط حصيرا في مسقط الحبات الناضجة حتى لا تتلوث بالتراب، ثم يخزنها في مستودع كبير ويتفقد الشتائل في المغرس، ثم يعود ومغيب الشمس وكله أمل في أن يجني محصولا وفيرا من الزيتون. سوف نصحح السؤال الأول الخاص بأنمي معجمي. السؤال الأول يقول: أختار الشرح المناسب لكل كلمة. فالكلمة هنا هي يستيقظ، لدينا كلمتان، أيهما صحيح؟ لدينا ينهض وينام. إذن فالكلمة الصحيحة هي ينهض. فينام هي ضد يستيقظ، والكلمة الثانية هي أمل. أيهما المعنى الصحيح؟ المعنى الصحيح هو تفاؤل. فاليأس هو ضد الأمل وليس معناه. لدينا الكلمة الثالثة منطلقه. منطلقه هل معناها وجهته أم مكانه؟ إذن المعنى الصحيح هو وجهته. المكان الذي يقصده الفلاح أو يتوجه إليه. الكلمة الرابعة وهي يقطف. يقطف ثمار الأشجار، إذن معناها يجني. إذن هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني يقول: أحدد الكلمة الغريبة عن بقية الكلمات. لاحظوا سلسلة الكلمات التالية: لدينا حقل، مصنع، أشجار، شتائل، سقي. ترى أين هي الكلمة الغريبة التي لا علاقة لها بهذه الكلمات؟ جيد، إنها مصنع. فمصنع هنا لا علاقة لها بهذه السلسلة، فكل من كلمة الحقل، أشجار، شتائل، سقي، إذن تنتمي إلى مجال زراعي أو المجال الفلاحي، في حين أن كلمة مصنع لها علاقة بالمجال الصناعي. إذن الكلمة الغريبة هي مصنع. نمر الآن إلى التمرين رقم ثلاثة الذي يقول: أكمل شبكة المفردات لكلمة فلاح. إذن كما تلاحظون، إذن سوف نبحث عن مجموعة من الكلمات التي لها علاقة بالفلاح. كما ترون لدينا نموذج بستان. إذن ما هي هذه الكلمات التي لها علاقة بالفلاح؟ إذن من بينها إذن نجد مثلا شتائل.
ثم نجد مثلا أشجار. ثم كذلك نجد جني. أو غرس. أو مثلا مواشي. إلى غير ذلك من الكلمات التي لها علاقة بالفلاح أو الأنشطة التي يقوم بها الفلاح. إذن كلمات كثيرة وعديدة جدا من بينها هذه المفردات. الآن نمر إلى النشاط الموالي دائما الخاص بفهم المقروء ألا وهو جانب الفهم. إذن سوف نحاول الإجابة عن مجموعة من الأسئلة التي طرحت في هذا النجاح وهي كالتالي. إذن أجيب عن ما يلي. لدينا متى يستيقظ الفلاح؟ إذن فالفلاح هنا متى يستيقظ حسب ما جاء في النص. إذن نعود إلى النص لكي نستخرج الجواب. إذن لدينا يستيقظ الفلاح ومطلع الشمس. إذن الجواب هو كالتالي. هذا هو الجواب الصحيح. إذن الفلاح يستيقظ ومطلع الشمس. السؤال الثاني، ما هي الأعمال التي يقوم بها الفلاح في الحقل؟ فالفلاح يقوم بمجموعة من الأعمال. سوف نعود كذلك إلى النص لكي نستخرج هذه الأعمال التي يقوم بها الفلاح. من بين الأعمال التي يقوم بها الفلاح حسب ما جاء في النص، أولاً يسمد التربة وينظف مجرى الماء ويسقي الأشجار إلى غير ذلك من الأعمال التي يعتاد الفلاح القيام بها في الحقل. إذن الأعمال كما سبقنا أن أشرنا إلى ذلك، يسمد التربة وينظف مجرى الماء ويجني الثمار. إلى غير ذلك من الأعمال التي يقوم بها الفلاح، نكتفي بهذه فقط. أما السؤال الموالي فإنه يقول في أي وقت يعود الفلاح إلى بيته؟ إذا نرجع دائما إلى النص، يعود الفلاح إلى بيته ومغيب الشمس. يعود الفلاح إلى بيته ومغيب الشمس. السؤال الثاني أو الموالي، بما يمني الفلاح نفسه؟ أي الفلاح عندما ينتهي من كل هذه الأنشطة أو هذه الأعمال التي يقوم بها، بماذا أو ماذا يتمنى؟ إذا ماذا يتمنى في نفسه؟ إذا نعود إلى النص. إذا فالفلاح يعود إلى بيته كما قلنا ومغيب الشمس، وكله أمل في أن يجني محصولا وفيرا من الزيتون. إذا فالفلاح يتمنى أن يحصل على منتوج وفير من الزيتون. يمني الفلاح نفسه بالحصول على محصول
وفير من الزيتون. إذن هذا بالنسبة لأنشطة الفهم. أما أنشطة أحلل فلدينا السؤال الأول، يقول أضع علامة في أمام الجواب الصحيح. أول نشاط هو ما هي شخصيات النص؟ إذن ما هي الشخصيات الموجودة في النص؟ هل لدينا شخصية الطبيب أم الفلاح أم الطفل؟ كما سبق أن رأينا أن النص بكامله يتحدث أو شخصيته الأساسية هي شخصية الفلاح، هي الشخصية الرئيسية ولا يوجد شخصية أخرى. أما مكان النص، هل هو بساتين الزيتون أم قاعة الدرس أم المزرعة؟ إذن بما أن الشخصية الأساسية هي الفلاح، فبطبيعة الحال أن مكان التي تجرت فيه أحداث النص فهو بساتين الزيتون. أما فيما يخص زمن النص، فالنص هل جرى ليلا أم صيفا أم نهارا؟ إذن فالنص أو زمن النص هو نهارا. السؤال الأخير الخاص بفهم المقروء، فهو ما هو شعورك تجاه الفلاح؟ إذن هنا تلاميذي الأعزاء لا يمكن لي أن أجيب عن هذا السؤال لأنه خاص بكم، كل واحد سوف يعبر عن شعوره تجاه الفلاح. وبهذا نكون قد أنهينا تصحيح أنشطة فهم المقروء.